بصراحة لحد الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن رغبة الإخوة الصادرين لدخول الانتخابات، والكثير من القوى والسياسيين يترقبون هذا الموقف لحتى يكون بالفعل، يعني وجودهم أعتقد يعطي طابع حقيقي لتوجهات الشارع العراقي. أنا أعتقد القوى يعني الإخوة الصادرين قوة لا يستهان بها، إلى حضور قوي جدا في من بغداد إلى الفاو، فلهذا أعتقد امتناعهم عن الخوض الانتخابات راح يترك أثر في الشارع العراقي شئنا أم أبينا. لكن لحد الآن لا، ما في بوادر، وننتظر إلى أن ينفتح باب التسجيل، وإلى آخر يوم أعتقد الأمور تبين. والصادرين حتى لو نزلوا آخر يوم هي نفس قوتهم، اعتقد ما راح تاثر عليهم هاي الغياب الطويل عن الساحه السياسيه ما بعد الاحداث اللي الدراماتيكيه اللي عشناها. لكن انا اعتقد بالنسبه لقوى الاعتدال مثل ما اطرق الاخ طلال، يعني الكثير من القوى اللي دخلت مجلس النواب بقوائم المستقلين الان فرصهم لم تعد كالسابق، لانه تغيير النظام الانتخابي وتحول الدائره الانتخابيه من دائره صغيره الى دائره كبيره، هذا بصراحه ما راح يعطي فرصه للمستقلين ان يكون لهم حضور قوي داخل مجلس النواب اذا ما يتوحدون، اذا ما يشكلون كتله متراصه كبيره، لانه عندنا قانون سانتليغو 1.7، لازم على الاقل اي ائتلاف حتى يعبر هذه النسبه يجب ان يحصل على الاقل 17,000 صوت. انا اعتقد ولهذا على القوى المستقله ان تعيد النظر بحساباتها، ان ما تبقى مستقله، ان تشكل كياناتها، وعلى القوى التشرينيه ان ايضا تشكل كياناتها والقوى المدنيه، ولا انا اعتقد يمكن الفرص تكون ضعيفه. اما قوى الاعتدال داخل الاطار التنسيقي اعتقد لحد الان، انا لحد الان لم الاحظ هناك تنسيق مما بين يعني بعض القوى اللي اقدر اشوفها عندها خصوصيه في تعاملها مع الاوضاع الجديده، يعني كالحكيم، كالعبادي، كبعض القاده السياسيين اللي لهم مواقف ذات الطابع الاستقلالي من قبل تجاه ايران وتجاه الكثير من المواقف الاخرى. ولهذا انا اعتقد اذا يكون هناك تنسيق، اذا هناك يكون تحالفات، طبعا التحالفات في مجالس المعارض بها خساره يمكن اللي يستغلوها الاضعف، يستغل وجود التحالف حتى يحصل عدد المقاعد. ولهذا الكثير من القوى الكبيره ما تجازف الى خلق تحالفات داخل قواعمها، تحاول تنأى عن اي تحالفات وتدخل بمفردها. لكن على القوى الاعتدال، القوى التشرينيه، الاحزاب الناشئه يجب ان تفكر، وايضا النواب المستقلين انا اعتقد وجودهم راح يكون في خطر اذا ما اتوحدوا وشكلوا كتل سياسيه على النطاق الوطني.